والله يعني اول مره اتعامل معاه، كل زمايلي رشحوني برضك على النت، يعني يعتبر انا لفيت كل ورش مصر يعتبر عندي في البلد وفي القناطر وفي المناشي والحتت ديت، ورحت بولاق كمان ما عرفوش العيب. فالحمد لله رب العالمين، يعني من اول ما شافها قال لي دي بنتي، يعني هي المكنه الوحيده اللي هو بيحبها يعني دونا على الموتوسيكلات التانيه، والحمد لله ما مشانيش زعلان، وان شاء الله تشرفونا وتشرفوا الباشمهندس في الورشه الجديده على طريق طناش عند قصر ابو حوا الجديد عند عيادات ابو حوا، ويا رب يبقى عندنا فرع كمان في المناشي وفي القناطر، والحمد لله ان هو ما مشانيش زعلان، فالحمد لله رب العالمين. تسلم ايدك يا باشمهندس. ربنا يكرمك يا سيد. الله يخليك يا باشمهندس. حبيبي يا سيد. الله يخليك يا باشمهندس. حبيبي يا غالي.